في يوم من الايام قرر شخص اسمه مارك زوكربيرغ انه يعمل موقع عشان يتواصلوا طلاب الجامعه مع بعض هسه في ناس بيحكوا انه كانت فكرته في ناس بيحكوا انه سرقت الفكره او هو سرقها هو بغض النظر ليس مش مش موضوعنا بالفعل عمل هذا الموقع والموقع كان بمثابه ثوره في عالم التواصل الاجتماعي وكان في مواقع تانية بنفس الفترة عاملين نفس الأفكار بس بطريقة مختلفة وإلى آخره وانشهر الموضوع وصار في ثورة التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وما السوشيال ميديا وهذا الإشي نتج عنه أشياء كتير وصلتنا لو وصلنا لمرحلة خلق فيها ما يسمى الانفلونسرز واه ملي جرالي أندن. 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 هاي الحلقة رح نحكي عن مين؟ عن الناس اللي ما عندها هدف وما عندها محتوى ومصرة يكون لها تواجد على السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي، معلومة لازم انوه فيها، انا مش عم بحكي لهم انه كون او ما تكون، انا بتمنى انهم بس يعملوا اشياء افضل، هلا كون او ما تكون هذه حريته الشخصية، هلا انه يعجبني او ما يعجبني برضه هاي حريتي الشخصية، نتفق على هذا الشيء، فرق بين نوعين، النوع الاول ناس بتقدم ولا زالت تقدم محتوى جميل لهم كل الاحترام وفي ناس التانيين اللي صار يطلق عليهم لقب انفلونسرز وصاروا هم يطلبوا يطلقوا على نفسهم لقب انفلونسرز هلا اذا الناس اطلقت عليهم لقب انفلونسرز اهون شوي بس اذا هم اصلا اطلقوا على نفسهم لقب انفلونسرز يا حبيبي هذا مرض نفسي بده علاج ووقفه طويله جدا 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 وبنرجع بناكد ما تكون شاكك في حالك اذا انت شغلك منيح وعارف شغلك منيح هاي مش موجهه لك واذا انت شغلك مش منيح هم غالبا اصلا شغلهم مش منيح رح يستثنوا حالهم ولا راح يشكوا في حالهم الشغل منيح لانه احنا سبحان الله بشر عوج نعكس كل شيء بغض النظر راح احكي اللي في قلبي في الجماعه هذولا اللي صار يطلق عليهم لقب انفلونسرز ببلشوا جملهم دائما انه اشتقتوا لي سوري انا كنت غايب بيكوز اي واز بيزي يا حبيبي خليك بيزي او يا حبيبتي خليكي بيزي <applause> وما ترجعيش اشتقت لك كيف بدي اشتاق لك وانت محاصرني لانه انت البوست اللي منزلتيه على انستغرام رحتي سلختيه على سناب شات فطالعتي لي طلعتي لي واذا ربنا اكرمني وما شفتك لهون ولا هون في تويتر انت محاصرتيني او انت محاصرني فانا ما اشتقت لك لانه انت طالع لي من كل مكان اطلع من بين الخبي انت محاصرني يعني هاي على كل حال بتنفع كلمات اغنيه كيف اشتاق لك وانت محاصرني انا <applause> طبعا لا يخفى كثر ما صار عندنا انفلونسرز صار لهم اصناف يعني بتحس حالك فايت مثلا على سامح مول وعم بتنقي بضاعه الصنف الاول اللي انا كثير بستغرب منه اللي هو اللي بيشاركني حياته حرفيا بيشاركني حياته مش انه جزء من هواياته يعني انا ممكن يكون هواياتي مقاربه لهواياتك او نفس هواياتك وانت ما شاء الله بهواياتك جميله فانا وانت نصير فولورز لبعض والحياه حلوه بس هاد بيشاركني حياته حياتنا مختلفه مرات حياتنا بتكون متناقضه مستحيل مستحيل نكون انا وانت زي بعض انت بتصور بابنك او بنتك يعني ليه أنا انا اشوف ابنك مثلا وهو عم بوكل اي مأسكه اي كيوت انت محاصرني وانت مثلا بتسوق بمروح محط اغنيه وبتصور ستيرنج السياره حريتك الشخصيه سويها بس شاركها مع ناس بهمهم هذا الموضوع يعني اذا انت عندك رساله مثلا صاحبتك مطقعت لك لما تحطوا الاغنيه هاي ابعتوها إيه لبعض بامكانك تعمل له تاج هذول هاشتاج مقصوده وما هاشتاج مقصوده بيحكي للاردن كلها الا للي لازم يسمعها طب ما تحكي هو مش مقصوده احكي له عشان يفهم انه الحكي معاه هسه تيجي تقول لي لا ما هو اللي على راسه بطحه بحسس عليها وهو فاهم لحاله، اذا ما هو لو فاهم كان ما عملش اللي عمله، واضح انه حمار، اولا حمار لانه صاحبك ومصاحب اشكالك، ثانيا حمار لانه مش حيفهم، في الجماعه اللي بحترم اللي هم بيسووه هم حرين، برجع بحكي هم حرين، ما بفهم شو اللي بيسووه، جماعه هاي كيفكم؟ هاي كيفكم صبايا؟ سوري انه صار لي فترة مختفية وعم توصلني اسئلة كثير من ماي فانز، صراحة اللي صار فيه يعني مش, مش قادرة، اللي صار انه اصابعي تقشبت يدي الشبات آه، صار معي اكزيما جربت ادهن كل الكريمات آه، اغلى الانواع كل شيء ما شيء زب... ولا شيء زبط معي واللي بيشوشني اكثر اصلا فيها المهاره الوحيده اللي تمتلكها انها جميله بس بتحكي في امور الحياه كلها ساعه بتحكي عن الملوخيه ساعه بتحكي عن الاظافر وفي شغله بيعملوها بحترمها جدا الصوره الفضائيه هاي اللي من هون هيك بتطقع لك اياها وبتحط تحتيها مثلا ان مع العسر يسرا بس في تناقض بين الايه وبين الصوره اللي انت سالختيها بيركبوش على بعض يا ستي برجع بقول لك شيء جميل انك انت بتقرا القران الله يا رب لكل حسنه عشر اضعافها والله يضاعف لبني يا رب الله يهديني ويهديكي ويهدي رافت ويهدي خلدو كل الناس الله يهديهم بس في تناقض بين الصوره وبين الايه في تناقض كبير انا تشوشت الكوكب كله تشوش الصوره غلط ابوكي شافها امك شافتها تخلطوش يمين بشمال خليكي خلي شخصيتك ثابته راح احترمك حابه اغني لكم اغنيه عشان نروق هلا وشوي في الأجواء شوي لأنه شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفو ما أجمله بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعل مش بس انت وانت وهو خلوا شخصيتكم ثابته بقى بحترمكم سيبوكم من الانفصام الصبح بيكون شيوعي الظهر بيكون راس مالي العصر بيكون سني الساعه 8 بيكون مع اردوغان الساعه 9 بيكون مع ابصر مين على الساعه 12 بالليل بكتب لك <applause> الانفصام اللي بيعانوا بدنه بعض الناس اذا ما انت بدك طخ من <تصفيق> <تصفيق> يا طبعا بنفس الطريقة اللي حكينا فيها عن الأخت الأستاذة تبعت الصورة الفضائية في عنا الشاب الملسن تبارك الله بعدين طاقة إيجابية طاقة إيجابية شلال طاقة إيجابية الصبح صباح الخير منحب نحكي لكم إنه الحياة هي مجرد عتبات الشاب الإيجابي بالمسألة لازم يصير سلبي هو الصبح مثل هسا بالليل بيصير جد بيجي لخنا طبعا اليوم انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي طبعا احنا لولا احنا ما عرفنا الفيديو لأنه هو أصلا بيعمل فيديو عشان ينشر الفيديو اللي هو بده يحكي عنه هذا أولا ثانيا بيحكي جملة أنا احترمها انه انا حاب اشارككم برايي عندي مشكله لما تحكي رايك حاول انه ما يكونش رايك انه انت اللي بتفهم والناس كلها بقر برجع باكد انا ما حريه الراي حلو تحكي رايك اترك مجال خلي رايك شوي علمي انت مش عامل استفتاء وماخذ راي الناس ولا انت كلامك هو الصحيح الوحيد في الكوكب يا اخي اترك مجال للخطا يا زلمه اترك مجال للشك الشك المنهجي والشك المذهبي اعطي مجال للناس اللي قدامك مساحه للتفكير تخيلوا هذا الايجابي يتجوز هذيك ام صوره فضائيه يا حبيبي على الكومبينيشن اللي حتصير.. نصير نشوف صور مجاري ناس بحترمهم جدا في ناس انا بحترمهم جدا وصراحه بحب اتابعهم الا وهم الفود بلوجرز بس سؤال معقول كل المطاعم اللي بتروحوها زاكيه معقول كلهم رائعين يا زلمه طب شويه مصداقيه انه مثلا هذا المطعم عنده الاكل هاي وهاي زاكيه وصراحه باقي المنيو ما عجبنيش راح احترمك بس ك كل الاكل زاكي يا زلمه مستحيل كل المطاعم صح يا أساتذة شويه مصداقيه عشانك عشان احترمك المجموعه الاخيره اللي بشبههم انا كثير بالحرفيين اليدويين اللي دائما معاه شنطه عده الفرق انه اللي معاه عشان تتعدي غالباً بيعرف يستخدمها وهذا نفس الإشي هذا الزلمة إذا ما إجتهوش العدي بيعرفش يشتغل هذا الناس اللي بتوصلهم باكيجات سبحان الله دايماً بتفاجأ إنه انسلخ باكيج من شركة جديدة وعجبه يعني هو أصلاً مش مستنيه فإجا الإشي اللي هو بدوش إياه وعجبه كثير غريب، ولنفترض انت اجاك باكج فيه خمس ست شغلات، عجبتك ثلاث وما عجبتكاش ثلاث، يا اخي احكي انه انا عجبني ثلاث وشكرا على الثلاث اللي اجوني بس انا ما راح استخدمهم او بيفيدونيش حابه اشكر شركه اختك ابو زكي على المستحضرات الرائعه اللي اعطوني اياها، هلا بورجيكم اياها صبايا عن جد اي ريكومند، فاول منتج حابه احكي لكم عنه اللي هو شاينينج تاير هذا استعملته لاسناني uh, عمل لي uh, لمعه مع تبييض اسنان كان رائع جدا هلا بالنسبه لموضوع الاباط فاستعملت اول شيء السبراي هذا ان ذا مورنينج صبايا اوقات انا من التصوير من الارهاق من التعب بشعر بانه انا بشتي شوي مستواها متراجع فاللي بصير كالتالي انه انا بحتاج كريمات ات نايت اند مورنينج حياتي هذا لازم مرتين باليوم شوية مصداقية مشان ربكم والله انفلقنا كل الاشي منيح والحياه منيح تنزل على الشارع تلاقي كل شيء شا... تفتح النت ولا التلفزيون كله منيح 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 اذا في تناقض بين اللي عم بيصير شويه مصداقيه عشان نحترمكم بلاش يطلع لكم واحد زي يعمل حاله احسن منكم وحتيجي تجي تقول انت مش احسن منا ما انت زينا والله انفلقنا راح يطلعوا لي الجماعه اللي هم دائما انه هو اللي لاقطني انه هو ابو الذكاء آه. رجائي على كل حال ايش لا ترمي الناس بحجار وانت بيتك من جزاز الحمد لله انا ما عندي ولا بيت جزاز هذا اولا ثانيا الناس اللي عندها محتوى نحترمها ونجلها ونكبرها وعلى راسنا من فوق الناس اللي بدها تحكي بس عشان تحكي هم اللي حكينا عنهم وبتمنى انهم يتطوروا ويصيروا يعملوا شيء انا مش عم بحكي لاي حدا ما يعمل انا عم بعمل اللي بحكي له يعمل احسن انا ما حريه الراي ومع كل شيء بالنسبه للناس اللي حيطعموني يقولوا لي ما انت زينا ما انت مش زينا